زميلي العزيز ابراهيم فايق ونجومك الكبار داخل استوديو المقصوره. اكيد معنا الان الكابتن محمد عوده المدير الفني للمقاولون العرب. عايز اقول لك كابتن محمد هارد لك، هزيمه للمره الثانيه على التوالي امام النادي الاهلي وخمسه اهداف النهارده، نتيجه تقيله مفيش كلام. طبعا تقيله جدا، بس احنا ما نستاهلش كده. النهارده اللعيبه عملت ماتش كويس، جيم كويس، بس نفس الكلام مش عايز اشيل حد من اللعيبه، انما في اخطاء فادحه، في اخطاء اللي انا متكلم عليهم من الماتش الاولاني، في اخطاء اللي انا جبت اللعيبه وفرجتهم على الفيديو الاهلي بيشتغل ازاي ونقفل عليه ازاي. من اول 6 دقايق برضو في خطا، جه فينا هدف وحصل دربكه في اول ربع ساعه، اللعيبه اتمسكت وبدانا نضيع، بدانا نروح. الحمد لله جبنا هدف قبل الشوط ما يخلص، بقى 2-1. دخلت من الشوطين قلت لهم لا، لازم نتعادل ونكسب. بدانا نضغط على الاهلي من قدام، الحمد لله في الفتره دي من اول الشوط الثاني احنا كنا افضل، كنا احسن، ضغطنا على الاهلي، جبنا الهدف الثاني 2-2. في الوقت ده طمعنا في الماتش، ضيعنا فرص، كنا احنا اقرب لغايه الدقيقه مثلا 39-40 بين الهدف الثالث اللي جه، كانت نقطه تحول. يمكن كابتن ايمن دغيش الايمان كان الكره ناحيتي بالظبط، جايه في لعيب النادي الاهلي هاند بول، قام حاسبها فاول علينا، تردد جت فينا جون، بقى 3-2. دي اللي فتحت الماتش، اللعيبه التماسك اللي فيهم فتحوا الماتش، فده اللي حصل، الانهيار في الهدفين الاخر. ما طبعا الصوت ما عرفناش نوجههم ان هم يتماسكوا يقفلوا زي ما احنا ماشيين، خلى النتيجه تقيله. يعني كانت ممكن تخلص 3-2 او 2-2 او ممكن نكسب في الوقت ده. الخمس زي اللي هم الوقت الضايع دولت اللي بوظوا الدنيا. المغولين فرقه يعني عايز اقول غير سعيده الحظ، خاصه بتقعد امام النادي الاهلي المتصدر جدول الدوري حتى الان مباراتين متتاليتين. شايف انك ظلمت بعض الشيء في توالي المباريات؟ الحمد لله خلاص بنقفل صفحه الاهلي، يبقى خلاص نقفلها. بس هو طبعا يعني مش عايزينها تحصل تاني، ان نخلي ماتش من الدور الاولاني، الماتش الخامس او السادس من الدور الاولاني، نيجي نحطه مع الماتش في نفس الفرقه نلعبه مرتين في الاسبوع، مش عايزينها تحصل تاني يعني، يا ريت يعني. انما خلاص قفلنا بقى الصفحه بتاعه النادي الاهلي خالص. طلعنا مجهود كبير أول في الأسبوع ده، الحمد لله ما فيش خسائر كبيرة، برضو إنذارات إصابات، عشان عندنا ماتشات صعبة. نبدأ بقى نبص بقى الفترة اللي جاية دي، لأن خلاص يعني عايزين نبص لقدام بقى، عندنا ماتشات صعبة، عندنا الإنتاج والداخلية إن شاء الله نبص لهم. وزي ما إحنا ماشيين بالفترة اللي فاتت دي، بنروح كل ماتش نريح لعيبة وندخل لعيبة تاني. شكرا كابتن محمد. شكرا كابتن. شكرا جزيلا. طبعا زميلنا العزيز ابراهيم فايده كان تصريح لكابتن محمد عوده المدير الفني للمقاولون العرب. عوده اليكم مزيد من التفصيل واستوديو